الدروس المستفادة أو الدروس اللي ممكن تتعلمها الأجيال الحالية وإحنا بنحتفل بهذه المناسبة التاريخية تحرير سيناء، العيد 33 لتحرير سيناء؟ عاوز أقول لك إن عشان كده لما حاول الأمريكان يضغطوا علينا عشان ياخدوا بعض القواعد العسكرية في مصر، كان موقفي حازم أننا لن نسمح بذلك. أما عن الدرس المستفاد اللي يجب أن تتعلمه الأجيال الجديدة يا أحمد، نعم، هناك دروس كثيرة هذكر بعضها. أول درس، إن مستقبل الأمم ما بيتحققش إلا بالتضحيات، وقد ضحى الجيل اللي بشرف بالانتماء إليه بالغالي والنفيس عشان نحرر أرضنا واسترداد كرامتنا. ثانيا، مصر لها جيش قوي قادر على حماية أرضها ومقدراتها، ويجب أن نثق في قدرات جيشنا ونخف خلفه. نمرة ثلاثة، إن أبناء المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم اليوم الرئيس السيسي يعلموا جيدا معنى السيادة الوطنية وقدسية التراب الوطني. لازم الكل يعرف إن مصر بلد كبيرة، إن مصر بلد محورية، وحكم ليس منزهة أو تكريم أو فسحة، دي مسؤولية كبيرة وقرارات مصيرية. علشان الرئيس يقدر ياخدها لازم يكون شعبه معاه وراه. حضرتك واحنا النهارده برضو بتوجه ايه للشعب المصري في هذا اليوم التاريخ واحنا بنحتفل بهذه المناسبة الكبيرة؟ اقول لك رسالة واضحة، مصر بتواجه تحديات كبيرة بلا شك، والمتغيرات المحيطة بنا غاية في التعقيد، ومنطقة معقدة، وأمننا القومي مرتبط بكل ما يحدث في المنطقة. عشان كده ما نقدرش نتكلم عن أصدقائنا، لأن مصيرنا مشترك. دي مرحلة مصيرية زي ما ذكرت، وأنا واثق إن مصر في يدي قيادة وطنية حكيمة تؤتمن على مقدراتها، ولازم الشعب يقف وراها علشان نجتاز التحديات دي. هل حضرتك متفائل بصراحة بالمستقبل، مستقبل هذا الوطن العظيم؟ وانا بطبعي يا احمد متفائل، ما عمري ما كنت متشائم حتى في احلك الظروف لم اشعر بالامل، بس لازم كلنا نشتغل، مفيش رئيس يقدر يشتغل لوحده ابدا. انا واثق في حكمة الرئيس السيسي، ولكن واجب على كل مصري زي ما قلت أن يخف خلفه ويدعمه علشان يعبر بمصر هذه المرحلة الصعبة المعقدة. وربنا يوفقنا، وكل عام والشعب المصري وبلادنا بخير وسلام إن شاء الله. وحضرتك بخير يا فندم. أشكرك يا أخ أحمد على الاتصال اليوم، وعاوز أقول لك ان انتم في الاعلام عليكم مسؤولية كبيرة في ظل حملات التشويه وتزييف الحقائق، لازم توضحهم وتشرحهم بالذات للشباب والاجيال الجديدة حقيقة الاوضاع اللي بنمر بيها وحقيقة تاريخ بلدنا والتضحيات التي قدمتها الاجيال اللي قبلهم علشان هم يعيشوا بعزة وكرامة. وشكرا يا احمد، وبالتوفيق دائما ان شاء الله، ومع السلامه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا الرئيس الاسبق حسني مبارك.